يا كابتن هاني، بسرعة جدا لقائمة الفريق اللي أعلنها موسيماني المباراة بكرة إن شاء الله، اللي بتضم كل من علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء في حراسة المرمى، خط الدفاع أحمد رمضان، باكم، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بنون، سعد سمير، علي معلول، محمد هاني، خط الوسط حمدي فتحي، إليو ديانج، عمرو السولية، أفشة، حسين الشحات، وكهربا طاهر، محمد طاهر كمان، وفي خط الهجوم مروان محسن، محمد شريف، صلاح محسن، ووالتر بواليا. واضح طبعا من القائمه كمان عوده مروان محسن. دلوقتي عندنا تقريبا اكتر من 3 4 لعيبه في مركز راس الحربه. موسيماني بيحاول بقدر الامكان انه يدي فرص للجميع، ولكن بكره اعتقاد الشخص ان شاء الله هيكون في تركيز على النواحي الهجوميه. المباراه اللي فاتت كان في استحواذ كبير جدا، لكن ترجمه الاستحواذ وترجمه الفرص اللي بتضيع ديت لازم ان شاء الله تكون اتعالجت، وبكره باذن الله يكون ليها اثر ايجابي ان شاء الله. إن شاء الله. كمان